بسم الله الرحمن الرحيم. زرت العديد من الدول في شرق إفريقيا، ومما لاحظته فيها وجودا عربيا قديما، خاصة من أهل عمان. فأهل عمان كان لهم حكم امتد قرونا عديدة في شرق إفريقيا، وخاصة في زنجبار. والسؤال هنا: ما هو التاريخ العربي في شرق إفريقيا؟ وقد زرت قبل أيام معرض الكتاب الدولي في مسقط، ولاحظت أيضا وجود دور تعنى بتاريخ العربي في عمان. هناك مراكز بحثية عمانية حكومية تعنى بدراسة الوثائق والأوقاف والوصايا للعمانيين المقيمين في شرق إفريقيا. الوجود العربي في شرق إفريقيا يعتبر وجودا عربيا قديما، قد يمتد لحتى 2000 سنة بحكم التجارة، والمسافة ليست بعيدة على سبيل المثال بين اليمن وشرق إفريقيا، أو بين عمان وشرق إفريقيا. هناك 1000 ميل بين مسقط وشرق إفريقيا. لكن يمكن أن نؤرخ للوجود العماني كوجود حاكم فيها مع دولة آل بوسعيد، وإن كان هناك وجود يسبق ذلك. فبموت السلطان سعيد تولى بعد ذلك ابناه ماجد وثويني، انقسمت الدولة العربية في عمان وزنجبار إلى دولتين منفصلتين. فثويني تولى حكم مسقط، وماجد تولى حكم شرق إفريقيا، وكان هذا تحديدا في سنة 1856. الموقع الجغرافي لزنجبار أكسبها أهمية اقتصادية بالغة، ويكفي أن نعرف أن النشاط الزراعي نشط كثيرا في زنجبار، خاصة في عهد السلطان سعيد ابن سلطان آل بوسعيد، الذي نشطت الحركة التجارية والاقتصادية في حياته كثيرا. القرنفل على سبيل المثال كان يشكل ثلث الدخل القومي لشرق إفريقيا، واليوم يعد 90% من دخل زنجبار قائم على القرنفل. صارت شرق إفريقيا بعد ذلك مقصد لكثير من تجار العالم، وخاصة من العرب، تجارة العاج وتجارة العبيد التي منعتها بريطانيا بعد ذلك في سنة 1822. واستغل الناس حركة الرياح التي ساهمت مساهمة كبيرة في إنعاش الحياة الاقتصادية هناك. ازدهار الحياة الاقتصادية في شرق إفريقيا سالت له لعاب الغرب، ولذلك بدأ ما يسمى بالحركات الاستكشافية، وهي حركات يراد منها السيطرة على الدول التي يأتي إليها بعض الرحالة مثل فاسكو دي غاما وماجلان وغيرهم. وخضعت شرق إفريقيا إلى الغزو البرتغالي والاحتلال البريطاني الذي استمر منذ سنة 1890 إلى 1962. الطبيعة الجغرافية لزنجبار جعلت السلطان سعيد ابن سلطان بن أحمد بن سعيد أن يتخذها عاصمة لدولته. ففي سنة 1832 انتقل من عاصمة دولته مسقط إلى زنجبار لتكون دولة واحدة خاضعة لحكمه. الحكام الذين كانوا يحكمون زنجبار منهم من كان ولاؤه للعرب والإسلام، ومنهم من كان ولاؤه لبريطانيا بطبيعة الحال. وتغيرت الظروف بعد ذلك، الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في زنجبار، حتى واكبت العصر الحديث في النظام السياسي، أنشئت المجالس واستحدثت الكثير من الإدارات فيها، إلى أن وقعت التفرقة العنصرية التي أججت نارها بريطانيا، حتى وقعت الثورة الدموية في 11 يناير سنة 1964، قضي على كل عرق عربي موجود في زنجبار، ولم يبقى للعربي وجود في زنجبار، أكثرهم رجع إلى عمان، بقيت بقايا قليلة جدا إلى اليوم في زنجبار. والسلطان قابوس حفظه الله أصدر قرارا بعودة هؤلاء العرب، رجع كثير منهم إلى زنجبار، وبقيت زنجبار اليوم أثرا بعد عين. هناك ملفات كثيرة متعلقة بتاريخ الوجود العربي في زنجبار لعلها تذكر لاحقا، لكن أردت الاختصار والإجازة هنا.